بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير. مرحبا واهلا بكم بعد العودة من الاجازة. ده للناس اللي خدت اجازة اصلا. انا عارف ان في ناس كتير جدا كحيانين ما خدوش اجازة، بس لا عليك، يعني سواء عدت من الاجازة او ما عدتش من الاجازة مش مشكلة. الكلام ده النهاردة مهم جدا جدا ليك. هخش في الموضوع على طول علشان يا شباب نستفيد ان شاء الله بدون مقدمات. اولا هنتكلم عن تجديد الهمة بعد الانقطاع من الاجازة، او خلينا يا شباب نقول بعد العودة من فشل طويل. يعني معظمنا بدأ السنة اول 3-4 شهور كده بشكل جيد جدا 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 ممتاز، بعد كده شهرين من الفشل الزريع، بعد كده اخدنا الاجازة، بعد كده راجعين حاليا في الترم الثاني. كنت بسمع لقاء للدكتور ابراهيم الفقي كان بيتكلم عن الفشل والنجاح. الدكتور بيتكلم عن حاجة اسمها قانون النجاح. القانون ده بيقول يا شباب ان اي نجاح قد يؤدي الى نجاح اخر، وده المعهود، ده العادي. لكن اللي مش عادي واللي لازم تاخد بالك منه كويس جدا جدا ان الفشل يا شباب ضروري جدا 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 للنجاح المتزن. يعني ايه الكلام ده؟ الدكتور برضو بيشرح وبيقول ان اللي بينجح ينجح 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 مش هيحس بطعم النجاحات، اللي هو حد عنده كل حاجه في الحياه ما دقش اي حاجه مره قبل كده، فلما يجيله حاجه حلوه طعمها حلو مش هيدوق طعم الحلو لانه اصلا عايش على الحلو عادي، يعني بالنسبه له ما فيش مشكله، هو عنده توليرانس من الحاجه دي متعود عليها، ما فيش اي انبهار في الحياه بالنسبه له خالص. فلولا وجود الفشل ما كان للنجاح قيمه يا شباب. صدقني انا مش بصبرك على اللي حصل الفتره اللي فاتت، انا بس بقول لك على صوره واقعيه حاصله مع كل الناس في ثالثه ثانوي والفتره الحاليه. الفتره اللي فاتت بالنسبه لك لو كانت فتره صفريه فده طبيعي مع كل الناس عادي، الا بعض الناس الفلتة كده، دول بره المقارنة اصلا، ربنا يا رب يزيدهم ويحفظهم يا شباب. فلو انت من الناس الفلتة وطول السنة ملتزم فيعني ربنا معاك يا رب ويكرمك، وشجع زمايلك على المذاكرة ويحفزهم كده وتقول لهم كلام حلو وقول لهم على انجازاتك وادعي لهم كده ربنا يوفقهم ويبقوا زيك ان شاء الله. يمكن يا شباب الفشل اللي فات ده كان مقدر ليك عشان لما تنجح ان شاء الله بعد كده وتجيب مجموع عالي تحس بقيمة النجاح ده، تحس بقيمة تعبك، تحس بقيمة اجتهادك في الفترة اللي جاية ان شاء الله. بقول لك ده عشان الفترة الجاية تبقى حافز ليك انك تنجح بعد فشل وتدوق طعم النجاح بعد فشل. ليه كل الناس تنجح وتدوق طعم النجاح وتبقى مبسوطه في حياتها وانت لسه ما دقتوش ابدا في حياتك، مع ان بايدك تعمل كده على فكره؟ لو انا مسكتك ورقه وقلم وقلت لك عد نجاحاتك في الحياه هتكتب ايه؟ بالله عليك كده يعني لحظه صمت كده يا شباب، هنكتب ايه كده؟ يعني كل حد فيكم كده يسترجع ذكرياته في الحياه ونجاحاته في الدنيا ويقول كده هيكتب ايه في حياته لما اديك ورقه وقلم اقول لك اكتب انجازاتك؟ على الاقل خالص اقول لك اكتب الحاجات اللي انت حاولت فيها بس فشلت، هتعرف تكتب حاجات انت حاولت فيها؟ يا اخي انا عايزك لما تطلع من ثانويه عامه ان شاء الله يا اما تكتبها في لوحه الشرف والانجازات بتاعتك، يا اما تكتبها في لوحه الحاجات اللي انت حاولت فيها وبذلت اقصى ما عندك والقدر ما كانش زي ما انت عاوز، بس يكفيك انك حاولت وجبت اخرك. ما ينفعش يا شباب ابدا نخلص ثالثه ثانوي ونرجع نقول بعد كده اخ لو بس كنت ذاكرت شهرين ثلاثة كنت بقيت في حتة تانية. مش عاوزك تقول الجملة دي بعد ما تخلص ثالثة ثانوي، انت لسه بايدك الشهرين والثالثة والاربعة والخمسة، ذاكر فيهم واجتهد فيهم. بعد الاجازة انت فصلت لك 3-4-5 ايام اسبوع يا عم 100 100، خلاص بقى ارجع جدد الهمة والعزيمة وافتكر حلمك اللي كنت بادئ بيه من اول السنة. افتكارك لحلمك ده ورسمه قدامك كده وتخيلك ليه ده ان شاء الله هيحفزك ويديك بوش قوية جدا جدا لقدام. طيب تاني حاجة شباب مهمة جدا جدا في الترم التاني نتخلص من التسويف والتأجيل بتاع المذاكرة، التسويف القاتل بالنسبة لنا اللي ضيعنا في الترم الاول بشكل بشع حرفيا. بطل تسويف، بطل تاخد الدرس النهارده وترجع من الدرس تقول هذاكره بكره، لا اقراه على الاقل النهارده عشان حتى لو ما قراتوش بعد كده يبقى انت قراته عرفته بس عديت عليه. يا اخي شرف المحاوله يا اخي، ما تأنبش نفسك في الفاينل لو انت سبته، اديك قراه قبل كده مش مشكله. فانت الفتره اللي فاتت كنت بتسوف ولسه السنه بتبدا، واحنا لسه في شهر 8 والسنه بتبدا وشهر 9 جاي وشهر 10 جاي و11 و12 ولسه بدري، لسه نص السنه اجازه. لكن دخلت في الترم الثاني انت في شهر 12 والله العظيم يا جماعه 1 و2 و3 و4 و5 كده مش هتحس انا متاكد، وهتجرب والناس اللي جربت تقول لك. فهتسوف لحد امتى وهتاجل لحد امتى السنه الجايه؟ فنصيحه بلاش. طيب ثالثا يا شباب الترم الثاني هو بدايه جديده، بدايه جديده للناس اللي لسه ما بداتش وما تعرفش ولا كلمه. دكتور معلش كده ثواني، هو انا ممكن اكون ما بداتش خالص وابدا في الترم الثاني وان شاء الله اجيب مجموع كويس واخش اللي انا بحلم بيه واجيب الكليه اللي اهلي عايزينها وهكذا؟ ممكن جدا، والله ممكن جدا، عادي جدا يا شباب. الترم الثاني يا شباب في مثلا تلت المنهج او اكتر شويه، فانت لو ذاكرته كويس جدا 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 اللي فات ان شاء الله في المراجعات يتلم. يعني يا دكتور تقصد لو انا بدات النهارده اذاكر الجديد اول باول كويس جدا جدا وفكني من القديم دلوقتي وان شاء الله في المراجعات يتلم؟ بالظبط كده. فدي يا شباب فرصه جديده، ابداوا. لو ما تعرفش ولا كلمه ابدا الفتره اللي جايه، ابدا من الترم الثاني. كل الناس بدأ بدايه جديده، حتى المدرسين يا اخي خدوا اجازه وابداوا بدايه جديده ان شاء الله. احنا حتى هنبدا في المناعه ان شاء الله بعد الاجازه سواء في الاونلاين او في السنتر، فلو انت عاوز تيجي السنتر تعال، عايز تروح الاونلاين ابعت على التليجرام تحت الفيديو. فيعني البدايه متاحه في اي وقت ان شاء الله. رابعا يا شباب ليها علاقه بثالثا شويه، انت لو بدات بدايه جديده خلاص فانت داخل تذاكر في الترم الثاني ان شاء الله بعزيمه وبايمان كده اهوت، وان شاء الله ربنا يوفقك ويكرمك
قدامك، بس انت هيقابلك ups and downs. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتلاقي فترات كده انت فوق قوي وبتذاكر كويس جدا جدا وبتحقق اللي انت عاوز تعمله، وفترات تانية هتلاقيك تحت داون، اب اند داون، اب اند داون، وهكذا يا شباب. فلازم تبقى انت مستعد نفسيا للفترات الحلوه ان شاء الله هنجز فيها، وكمان الفترات الوحشه الداون اللي تحت. لو انت ما استعدتش نفسيا لدوت هتيجي عند الفترات الابس وانت كويس جدا جدا، تيجي بقى عند الداونز اكتئاب، احباط، مش هكمل خلاص. فلا تبقى عارف من دلوقتي ان هيجي عليك فترات صعبه، وهيجي عليك فترات حتى في نص السنه الثاني، حتى في المراجعات، حتى في ليله الامتحان، ايوه شويه ساعات كده، شويه ايام ما بتذاكرش عادي، هتقوم كده وتنفض هدومك كده وتفوق وتبدا من جديد، بس تستعد نفسيا لده عشان لما يحصل ما تتفاجئش، ما تكتئبش، لا عادي، ريلاكس، هدوء، اصبر، عدي الفتره ديت، ابدا ان شاء الله بعدها بيوم ولا يومين، مفيش اي مشكله خالص. خامسا يا اصدقاء، كل ما تجيبوا اخركم كده وتزهقوا وما تبقوش عارفين تعملوا اي حاجه واحباط رهيب، افتكروا ان اللي فاضل كله تقريبا 150-160 يوم، مش اكتر من كده، لو عدتوهم عد تنازلي هيخلصوا بسرعه جدا، 5-6 شهور كده طياره حرفيا، فما تتكلمش في حاجه، شد بس، اجتهد بس، عدهم تنازلي، وكل يوم قضيه باقصى ما عندك، وان شاء الله ربنا يوفقك ويكرمك. وتذكر انت في سباق مع الاف، اكتر حد هيتفوق على كل الناس هو اللي هيسبق، بس افتكر انك كل يوم تسبق نفسك، ما يهمكش صحابك قوي، انت لو بقيت كل يوم احسن من اليوم اللي قبله ولو بواحد من مليون هتسبق كل الناس. طيب كل الكلام اللي فات ده جميل جدا يا دكتور، بس رقم 6 اجمل واجمل واجمل، لان يا شباب لو انت عملت كل حاجه بنفسك بس بقى حواليك شله او حواليك حاشيه مش مؤمنه بيك مش مؤمنة بحلمك، حلمك ده ملوش وجود. لازم يا شباب من عوامل النجاح يكون حواليك ناس مصدقة النجاح ده، مصدقة قدراتك على تحقيق النجاح ده، لازم يكون حواليك شلة أصدقاء مؤمنة بيك وعارفة أنت مين كويس وعارفة أنك تقدر كويس وكمان بيذاكروا زيك، حتى لو مؤمنين بيك ومش بيذاكروا لعبيين هيخلوك لعبي زيهم. فنقي أصحابك الفترة اللي جاية، لو مش هتصاحب حد خالص يكفيك نفسك، يكفيك نفسك، ما تقطعش مع حد علاقاتك وما تخاصمش حد وما تعملش مع حد عداوات خالص، بس الفكرة ركز في مستقبلك، ركز في حياتك، مش اكتر من كده. لو شلتك فاسده مش هيعينوك الا على الشر والفساد، مش اكتر من كده. لو شلتك صالحه وخيره وشطار ومجتهدين هتبقى زيهم ان شاء الله، فانتقي اللي حواليك. بس كده يا شباب، ربنا يوفقكم ان شاء الله، كل الناس اللي هتبدا ربنا معاها، كل الناس اللي هتشد من جديد ربنا يوفقهم يا رب ويحققوا اكتر ما هم عايزين كمان، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وانا اكيد اكيد بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.